طيب في عام 2021 أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارين حكوميين كان رقمهم 550 و549 للتعامل مع الجريمة والعنف وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي في الداخل. هل حصل أنه ترجم هذا على أرض الواقع؟ في الحقيقة هذا القرار، هناك قرارين 549 و550 و549 جاءت لجسر الفجوة بين العرب واليهود بعد نضال مرير وتهميش وعنصرية للشارع العربي، وجاء أيضا لمصلحة إسرائيل ليس فقط لمصلحة العرب. يعني لما يشتغلوا عرب أكثر يكونوا في سلك العمل، واضح جدا أنهم يساهمون في رفع الدخل القومي لدولة إسرائيل، لكن أيضا العرب يستفيدون من ذلك. مؤسف جدا أن تطبيق هذين القرارين خاصة 550 هو مش قائم حتى نصف منه. هناك في تضييق خناق على مؤسساتنا، على مجالسنا وعلى بلدياتنا من حيث تمرير هذه الأموال. هذه أموال بحق نحن ندفع ضرائب هنا، ومهم جدا تطوير بلداتنا من هذه الضرائب. الحكومة تأخذ القرار، ولكن هناك ما يسمى الإبراتوس، العملية من يخدم من يجب أن يقوم في تنفيذ هذه القرارات. ولا أنا أعتقد أن الوزارات نفسها تتلكأ في تمرير هذه الأموال وهذه الميزانيات لبلداتنا. وجاء وزير الآن، حكومة مجنونة الآن، وزير مالية جاء من المستوطنين الذي جاء وأعلن عن تجميد أموال 200 مليون شيكل عشان تفتح السنة الدراسية. أما بالنسبة ل 549 قرار 549 فجاء ليكافح العنف والجريمة. وزير الأمن الآن اسمه القومي اسمه بن غفير، فاشي عنصري، أعلن أنه لن سيجمد، وبالفعل جمد مشاريع مكافحة الجريمة في الشارع العربي. لذلك نرى التلكؤ وعمل الشرطة الغير موجودة عمليا في بلداتنا العربية اليوم. فإذا صح القول أستطيع أن أقول أن فقط أقل من 50% من هذه الميزانيات ومن تمرير هذه القرارات يصل إلى بلداتنا، وهذا أمر سيء. مما يعني حالة الفراغ حتى الآن موجودة في بلداتنا، تملأها عصابات إجرام، وهي تقوم بكل شيء. هي عمليا من تهدد، من تجمع الخاوة، هي من تطلق الرصاص. طيب شو بتستفيد إسرائيل من أنها يعني تهمل هذا القطاع الكبير؟ هؤلاء يعيشون في الدولة الفلسطينية الإسرائيلية في حالة انفلات أمني، شو بتستفيد الدولة بالحالة؟ أنا أعتقد أنه إسرائيل مستفيدة من الوضع، أنه بدها العرب حقيقة، العرب الفلسطينيين في الداخل هم أقوى شريحة فلسطينية في العالم. يعني نحن أقوى اقتصاديا وسياسيا وموحدين أكثر من إخوتنا في الضفة، في غزة وفي الشتات حتى، ووضعنا الاقتصادي أفضل قليلا. لهذا السبب إسرائيل معنية في التفكك. أنا قلت 2015 كانت سنة فارقة في وحدة شعبنا في الداخل من خلال إقامة القائمة المشتركة. رأينا أنه 2021 هي كانت سنة التفرقة وسنة التفكك السياسي لمجتمعنا، ونرى النتائج أيضا. أنا أربط بين وضعنا السياسي مقابل اليوم واللي بصير اليوم. نحن في عنا نجاحات كثيرة على المستوى الفردي، أطباء وناس تشتغل في الهايتك ولا ما ذلك، لكن عنا فشل جمعي، لا نستطيع أن نتجمع أكثر بسبب الشرخ السياسي القائم في مجتمعنا. إسرائيل مش معنية في هذا التجمع. إسرائيل عمليا عملت في كل الوقت على تفكك المجتمع الفلسطيني من 48 مش من اليوم.